محتاجين سلطة البطاطس المشوية بالأعشاب، محتاجين كيلو بطاطس هقطعها مكعبات بالشكل ده، وعندي كمان ملح وفلفل وبابريكا وثوم باودر وريحان مجفف وروزماري وزيت زيتون وبقدونس مفروم. هقول تاني المقادير، عندي كيلو بطاطس وعندي ملح وفلفل وبابريكا وثوم باودر وريحان مجفف وروزماري وزيت زيتون وبقدونس مفروم. هبدأ كده أجيب البطاطس اللي عندي. بصوا ممكن تسلقوها ربع سلقة كده، أو لو حابين تحطوها نية برضو براحتكم. هبدأ أحطها في البولة بالشكل ده، وأحط عليها البهارات، البابريكا، الثوم، الملح، الفلفل بالشكل ده، واحط الروزماري والريحان المجفف اهو بالشكل ده كده، احط بقى شويه زيت الزيتون واقوم مقلبه. ريحه بجد فظيعه، ريحه الاعشاب حلوه جدا. هقلب كده كل الكلام ده الحلو ده مع بعض اهو، وعلى طول في صاج في الفرن تتشوي. بتبقى بقى كرانشي جدا، ومن وقت للتاني بنقلب فيها، زيت الزيتون بيخليها كأنها متحمرة كده، وبتبقى كريسبي جدا، بيبقى طعمها يجنن بجد. هحط البطاطس في صاج اهو بالشكل ده كده، بكل الزيت بالحاجات اللي موجودة فيه، واوزع كده وهدخله يتشوي في الفرن. تمام، شيل خلاص الحاجات دي مش عايزاها. هدخل البطاطس تتشوي في الفرن بكل البهارات والزيت الزيتون والروزماري والريحان المجفف اهو، واوريكم اللي احنا شويناها. شايفين بتبقى حلوة جدا. انا عايزة بس ادي تقليبة للسمان عشان خلاص هنطلعه اهو. بصوا لونه حلو جدا، ياخدش زي ما قلت لكم وقت خالص في السوى اهو بالشكل ده كده. تمام جدا. تعالوا بقى ايه، دي تقليبه كده للبطاطس اهو، خرجها بس من الصينيه. شايفين مشويه ازاي، طعمها حلو جدا، بتبقى كريسبي كده وجميله اهو. من وقت للتاني بس ايه بنديها تقليبه كده عشان نتاكد ان كلها اتحمرت زي بعض. طعمها بقى حلو جدا، متبل كده ومليان بهارات مع الاعشاب كمان وزيت الزيتون، بجد طعمها يجنن. احنا كده هنقدم اهو خلاص كمان البطاطس. التقليب المستمر اللي احنا بنحب بنقلبه للبطاطس بيخليها كلها تاخد نفس الدرجه في التحمير او في الشوي اهو بالشكل ده كده اهو. ناخد الشوية اللي فاضلين دول اهو كده. تمام قوي، خلاص ارجع دول كده ورا. هكسرها كده بشوية بقدونس او كزبرة خضراء اهو بالشكل ده اهو، برضو حلوة جدا وكريسبي، وطبق جانبي حلو قوي تقدروا ان انتوا تقدموه. نحط الشوربة على طول. تعالوا بقى نحط الطبق ده، نحط الشوربة. تمام، الشوربة كده زي الفل، هجيبها كده جنبي. ماشي احنا خلصنا خلاص. كم؟ ماشي
بصوا حاضر حاضر اهو. اوسع برضو كل الحاجات اللي احنا مش هنستخدمها كده عشان ايه ننضف الدنيا. هبدا بقى اغرف الشوربه. بصوا الشوربه فيها قطع بروكلي كده حلوه جدا، لو حابين تضربوها ضربه في الخلاط برضو تمام، على حسب ما انتوا تحبوا يعني. اهو بالشكل ده كده طعمها حلو جدا، وفيها لسه قطع بروكلي صغيره كده، فطعمها بجد هيعجبكم جدا. هنفضل كده نعمل حاجات شرب كده مختلفه طول ما احنا شغالين في الشتاء والاطباق الشتويه الجميله. اهو تمام جدا، سريعه وسهله ما فيهاش اي حاجه طبعا، وصحيه جدا.